شكرا أخي الكريم على الاستضافة. بما أن الحديث اليوم على أهم مرحلة للفريق الاتحاد البيضاوي بمركب العرب الزاولي رحمه الله، يمكن لي نقول هذه المرحلة كانت من أحسن المراحل، خصوصا كان أطر شرفوا عليها ذاك الوقت كالإطار التونسي أحمد الديب والإطار البرازيلي المهدي فاريا الله يرحمه، والإطار البرازيلي الآخر مانديس، وما نساوش الحاج عبد الرزاق أفيلال شفاه الله اللي كان في ديك الوقيته رئيس الفريق، اللي وفر جميع الشروط باش الفرقة كانت في أحسن الظروف، خصوصا كانت كتضم من خيرة اللاعبين ديال الفرق الوطنية واللي لعبوا على أعلى مستوى، ومنهم اللاعبين اللي لعبوا في المنتخب الوطني، ومن نساوش الجمهور الفضل اللي كيرجع الأول والآخر، الجمهور اللي كان كينو له كل الاحترام، كان جمهور دواق وجمهور البيضة بالفعل، وأنا ولد الحي محمدي وأفتخر بهذا الجمهور وبهذه الفرقة، والحمد لله على فضله. كانت مرحلة جد مهمة وممتازة، وبهذه المناسبة كنهني فريق الاتحاد البيضاوي بالفوز ديالو بكأس العرش، وخا النهار اللي حاز بالكأس كان يوم تعرضت لي لحادثة صعيبة شوية، ولكن الحمد لله بقات في التاريخ وما غنساش هذاك النهار، لأنه وقت الحادثة وقت إحراج الفريق ديالي على كأس العرش، كنتمنى ليه مسيرة موفقة إن شاء الله رب العالمين، وإلى الأمام وديما طاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.